والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد قبل رضا، ولك الحمد بعد رضا، ولك الحمد على استقامة واستدامة رضا، ولك الحمد لما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، ولك الحمد حتى ترضى عنا إلهنا مولانا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وتاج الرؤوس وإلاجها وثمرة الفؤاد ونمائه، وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا من السماوات والأرض. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا جميعا بها من الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات، وتغفر لنا بها جميع الذنوب والسيئات في الحياة وبعد الممات. يا ربي هذا دعاء نيابة عن الأخ العزيز الشيخ علي أسعدي، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم افتح لي باب رحمتك وجودك وكرمك يا الله، وعائلته، اللهم احفظ ولده وبنته وزوجته يا الله. ونحن في رحاب سيدنا ابي حنيفه النعمان الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه وارضاه، اللهم نبلغه السلام من الشيخ علي اسعدي. يا رب يا رب يا رب تقبل منا ببركة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبسورة الفاتحة قبل الصلاة على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.